خلونا نبدأ النهاردة أخبارنا اللي كانت في نوع من البروازة ليها امبارح، وكانت أبرز الأخبار اللي وردت بين إيدينا هو سيادة الرئيس واللي تابع امبارح نشاط وخطط مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. سيادة الرئيس وجه بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، وكمان مواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي. خلينا كمان نروح لأخبار دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لأنه امبارح تفقد عدد من المشروعات في سانت كاترين، من بينها مشروع أو موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. مؤكد دولة رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة بالتحديد، مدينة ذات الطابع الأثري والديني والمكانة العظيمة في نفوس مش بس المصريين لكن كل رواد وزائري هذه المدينة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. ووجه سيادته بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وده في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي. امبارح اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجه سيادته بتعزيز الجهود الرامية لتحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وده من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام أثناء زيارته لمحافظة جنوب سيناء. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، واللي بيتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، واستمع لشرح حول مشروعات التطوير اللي بتتم بالمطار، وقام بجولة في مكونات المطار وقطاعات التطوير. وأكد مدبولي أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كوجهة سياحية ودينية. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة، والتقى بعدد من مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين ومسؤولي جهاز تعمير سينا والشركات المنفذة لمشروعات التطوير. وأكد أن المشروع اللي بيتحقق على الأرض بسانت كاترين هيكون مصدر خير على المدينة وعلى سينا بأكملها، فالدولة بتضع نصب أعينها تطوير هذه المدينة في مختلف القطاعات. امبارح وفي إطار متابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ضمن خطة تطوير المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة في فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP اللي تم عقدها بين الجانبين المصري والفرنسي على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية. وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوي المشترك أمون 23، اللي اشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.
ماذا يحدث في أخبار المحافظات؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذه الأخبار، لأن في محافظة قنا تم إجراء الصيانة الشاملة للمدارس، وده استعدادا للعام الدراسي الجديد. خلونا نروح من الجنوب للغرب. مطروح تم فيها تدشين معرض بداية جديدة لبيع المنتجات التراثية والحرفية. طيب، من مطروح هنرجع تاني للمنيا، وتم الإعلان فيها عن إجراء الفحص الطبي ل 1743 حالة من خلال قافلة طبية مجانية في أبو قرقاس. أيضا في سوهاج فوز 13 مشروع من المتقدمين لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية. أخبار المحافظات هنتابعها معاكم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا أكدت مديرية التربية والتعليم أن أعمال النظافة والتجهيز والتشجير بتجري على قدم وساق لتجميل 2141 مدرسة تتأهب لاستقبال 854,100 طالب من مختلف الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم، وده مع بداية العام الدراسي 2023-2024. وتم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لست مدارس بقيمة 70 مليون جنيه. في مطروح دشنت المحافظة معرض بداية جديدة لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة بحديقة الغزالة بوسط مدينة مرسى مطروح. يستمر المعرض حتى السبت المقبل 23 سبتمبر، وبيضم المنتجات الحرفية والتراثية للشباب ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد. في المنيا تم تنفيذ قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاس من خلال 9 عيادات متنقلة في مختلف التخصصات، وتم الكشف على 1743 حالة وصرف العلاج ليهم بالمجان، منها 340 حالة جراحة، بالإضافة لعقد ندوات للتثقيف الصحي ل 203 متردد لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين. في الغربية أعلنت المحافظة عن استجابة سريعة لمطالب 40 أسرة من أبناء المحافظة عقب لقائهم مع المحافظ خلال الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي. في سوهاج أعلنت المحافظة ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية للوقوف على نتائج تقييم اللجنة للمشروعات المتقدمة للمسابقة في دورتها الثانية، وحيث تم الإعلان عن فوز 13 مشروع من إجمالي 28 مشروع مقدمة في جميع فئات المسابقة. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي أنه بيتم العمل على تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كيلو متر من الشبكات والمجمعات، وبيتم ده بالتوازي مع أعمال التطهير ورفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة. في الوادي الجديد أكدت المحافظة أن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بلغ نحو 74 مليون جنيه، وده لاستيعاب الأحمال المتزايدة بالتزامن مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الخدمة.